امي هذا اساسا. واقف انا جاي. هادشي ما شوقا السيدة. شكون هي السيدة؟ جداه عايش عايش مع عايش معكم هو عايش مع مود فوق ما ساكنش معايا انا عايش هو مود فوق فوق هاد الدار هاد الدار سيمانة هما مقاتلين هادشي بسبب الزوجة ديالو لقى صاحبو كيهضر مع الزوجة ديالو. خويا لقى صاحبو كيهضر مع ماتشو. خوك لقى صاحبو كيهضر مع الزوجة ديالو. ملي دوا معاه ضربو هي. ملي بغا ينصالحو هو بقات العداوة بيناتهم مبغاوش يتصالحو. هذا كيقول لي نضربك هذا كيقول لي نضربك. ناض خويا مبارك مشى جاب لي ولاد مجموعة أربعة جاو لي هنايا. هادشي مولاي رشيد هادشي. هادشي هنا ما بين مجموعة أربعة هادي. جاو الدراري بالسيوف وبالجناوة وداكشي. خويا مضارب معاهم الراسو جاو الجيران غير يدخل باش يفك ضربوا ولاد الربعه قطعوا ليه يدو قطعوا ليه يدو قطعوا ليه سبعه وضربوه الراسو هنا وهنايا وهذا الشادي وقطعوا ليه عرق هنا كيفاش قطعوا ليه عرق في العنق ديالو في العنق ديالو قطعوا ليه سبعه وهذا الشادي كل دلات كيفاش الشادي بلاص 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 دابا كتخدمي ليه الراس ديالو قسموا ليه ولا شنو هادشي واللي ضربوه مجدودينش ها هو جوج خويا دابا هادشي دابا هذا خوك خويا مسدود مضارب والدري خوك هو اللي دابا اللي غيفك هو اللي وقع لي هذا المشكل كامل اللي غيفك خويا وقع لي الراس ديالو هنا مضروب هنا ومضروب هنا ومذبوح من هنا وطاير لي السبع سينا بانه الصبع غيتحيد السبع غادي يحيدوا ليه غيحيدوا ليه سينا هذه وهذه راه قال لي هكا جمعوا بزيف راسهم مجموع ليه بزيف بزيف راسهم مجموع ليه بزيف شتي حرب ولا شنو هذه حرب حرب بس هما معديين الحرب بالسيوفه هما ناس معديين اي فوا غتخرج من الزنقه غتسول معروفين معديين لدرجه ان بغينا اللي يهضر معانا كلشي خايف منهم باش يهضر من الناس الجيران اللي كاين هنا اه الجيران خايفين منهم يا اختي بعينك ملي كتقول لي دوي قول عندي الشيء بان ولاد مجموعه بعدا داخلين علينا وهاجمين على ماما وامي انا ما ساكنش معاهم ما بقاوش يهضروا تتي ضربوك ماما ضربوها بزنويه راسها بزنويه باش نقيد ثلاث شوما ما قايده قايده ملي قايدو داو المقاطع شراو وداو المقاطع ساو من الفوق المقاطع باخو علينا شراو باخو علينا هما شراو قاع قال لي راه المقاطع جابو ولد فلان راه بغا داو قال لي باخو علينا وجيب السيفو بالدكا شحال واحد ماشي سبعه ولا عشره في الاول كانوا جاو ثمانيه والمره الثانيه فاش غيتضرب الدري 20 20 20 واحد 20 واحد ودي كاله كاله بالجن ويدار ماخذ كاله بالجن ديك الجن بعدا كاله خويا الجن اللي تتبان كاله باه على راسه كيدافع باه على راسه حيت ولاد مجموعه اربعه ملي كيدخلوا لي كيدخلوا كلهم بجناوه بالسيوفه وكما يمكنش انا خويا ما داير والو مضارب على شرف وعلى مرتو مشدود الدري اللي مضرب ضاربين ما مشدود فيهم حتى واحد دابا كيفاش لقى كيهضر مع مرتو واش هو ساكن حداكم هنا ولا شنو؟ عن طريق الفيسبوك كي كومونتي ليها فاش كومونتي ليه ملي مشى دوا معانا في المباراة. هما مزوجين هادو مزوجين زوج عنده اللاق ديالو معاوني عنده اللاق ديالو. لقى صاحبو كيهضر مع مرتو في الفيسبوك. ماشي مباشرة قالها لي عن طريق الفيسبوك ها هو كي كومونتي لها وهي كاش كومونتي لها. تعاودها لي تصاور وتلقى عليا تصاور ودي ما تستقبلهاش. شو اللهم إن هذا مرتو. هو صاحبو صاحبو. صاحبو. وجيرانته. احنا هنايا وما الزنقه اللي صار اللهم انا جاب الجناوه طلقات مرتو عارف السيد مزوج وهذيك السيده عارفها مرتو ما بقى ما ندويش معاه ولا تكون بغات تهضر ما ندويش معاه نورمال عارف السيده مجوجه قول لي راه بقات تدوش معاه برك عليا بالحبوقه والحجر من الفوق جنس معدي معروف نحيي من عشيد مجموعه جوج جنس معدي دابا اللي بقى فيه هو السيد جاي فوق البارع عيطنا ما جي عيطنا قولي مع جوج ونص ديال الليل بغينا نشوفكم اليوم في السبيطار ما كانش كيدوا معاك قال لنا الطبيب لا خاصها تجي الخبره لا خاصو خاف انا ندير العمليه يموت ليا تيشوف البوليس من جوج ونص ديال الليل حتى ست صباح حتى جاو البوليس ملي دوا معاه البوليس وعطاه شكون ضربو عطاه التصريحات ديالو بقى بحال ما هكا
حدو سينا على صبعو قالوا لي غنقطعوا لك سينابي صبعو غادي يقطعوا لي دابا ما بقاش هنايا شاده لي هاد اللحم الحيمه هادو كلهم شي وباقا غادي يقتلوا واحد بقينا مغوطه يا ربي بغيت نعرف هاد السيوفه فين كيتباعوا شكون اللي كيبيعهم ماشي هما خذوا من البراش لا قلت لك شي جايبهم لي اختهم يلا خاتهم حتى هاد الدري اللي مضارب مع خويا اللي عطاتهم جناو شاهد بهاد الدري اللي مضارب في السبيطار السلام عليكم. انا ما كنتش حاضره للصداع من خلال الناس اللي كتهضر دابا في الدرب كامل كما شتي ملي شافوا التصوير وشافوا داكشي دخلوا سدوا عليهم هادوك جاو هاجمين على السيد والسيد مضارب على قبل مرتو شي شهر هادو مضاربين منوضين هاد الفوضى كامله السيده في الامارات كتعيش وواد معاه هو اول ومضارب معاه هاد الخاين هذا اللهم ان هذا مرتو هادشي اللي بغيت نقول انا ومرتو سي كتهضر معاه الله اعلم كيهضروا بيناتهم علاش وهاد النزاع كامل على صبي نايض على قبل المرض واد معاود هاد النزاع كامل راه مرتو راه مرتو نايض على قبل مرتو حيت واد معاها الولد راه مرتو بالطبيعه ما وشافوا هاد الهجومات وشافوا هاد المضاربه وكلشي حتى شي واحد ما قدر يهضر انا ما كنتش حاضره وقلت هاد النقطه اللهم هذا مرتو الله ياخذ الحق في الظالم واد السيد مسكين شنو الذنب ديالو اللي جاي فوق اذا دابا هادو بنية طربيه اقسم بالله العلي العظيم الا في الغيبوبه كيقول لهم تهلا في اروى طبيب خرج كيقول لهم شكون هي اروى قالوا لي بنته حشومه شنو يتيتم على بنته جعيف وجعيف دير الخير وضربوا وديروا لي هذه الحاله حشومه اللهم انا اذا في هذا الوقت الواحد يدخل سوق راسه ما يفكش لان دابا باش يفك يولي ميتم بنته صغيره راسه قلتي حاسبينه لي بزيفين مقسوم ليه من الراس الصباع قلتو طار ليه هذا ما بقاش مضارب هذا ولا الله يجيب لي الشفاء انا هذيك البنيه مسكينه شنو الدم ديالها؟ الا كنت شي في السبيطار الا حالته شبك حالته شبك اقسم بالله راه دابا غنمشي نيت ونعيط تجي الميريز وتشوف بعين انا ما عرفتش انا هذا النوع ديال المضاربه علاش هذا غير السلاح ما عندناش القرطاس كنت كان القرطاس ما عرفتش شنو كان غادي يوقع نعم الحاجة وكنا السلاح ولا العاق الله هذا السيوفه السيوفه هو بنادم منكر وبنادم تعدى وبنادم ولدي ضربوه وهما اللي ما قاش اللي ضربوا راه هربانين واش باقي هربانين هما مازال هربانين باقي هربانين ولدي ما داروا والو هما شادين دابا يتشدوا دابا يتشدوا شوف اللي دار الدم كيستلقوا يعني ضروري كلشي غادي كلشي غادي يتشد قدم راسه كيما الدري جا عليا وضربوه ومشى قدم راسه مشى باش يخايف المهم حتى هو قلبوني سوا عاود لهم قال لي ندافع على راسي كون ما ندافع على راسي غنموت يا ما انا ما نقرا دابا انتم الطلب ديالكم علاش اتصلتوا بينا اجا اختي عافاك هنا الا ما مخطاش نبقى انا بغينا الامن ياخذ المجرى ديالي خويا مضارب مع داك السيد حقا ما غاديش نكره مضارب مع بيناش مع داو مضارب على مرتو معاه ولكن علاش ضربوا الدري اللي دخل عفيفو ما عنده حتى شي ذنب ذاك الدري هذا الدري ما عنده حتى شي ذنب لانه دارت انه غيتيتم على بنته يلا بادي في الحياه ديال الزوجيه بغينا الامن ياخذ المجرى ديالي بغيتو الاخرين يتشدوا اللي ضربوا السيد يتشدوا ما يبقاش اخويا مشدود الراس ولكن كانوا هربانين اذا غادي يتشدوا لا ما هربانينش قادر في شي يجيو لينا الله اعلم مازال انتم خايفين اللي يجيو يهجموا علينا احنا خايفين يهجموا علينا راه كاين ماما وجده هما اللي ساكنين انا ما ساكناش معاهم هما اللي كاينين في هاد الدار كيفاش دراري صغار غيتولوا بحال هكا بحال هكا طلعوا عدلوا وكنا حاجه هادي دابا بزاف من الكبده ديال الجنويه عطيه ساعه يا شاكا وعال ومرا كبيره ندير ليها كفن جي ولدك ندير ليك كفن شنو هي؟ جي وجدي لولدك كفن وجدي لولدك الكفن كفن وجي لولدك الكفن اها موت بيته كي وسيت تجي ملي تقعد تجي تشري الكفن هضره الجهل هذا ولا كيتسمى الجهل معديين دابا داير الزبار وداير زمو داير زختو كضحاها خويا والله انا مشى للحبس ربي كبير ربي راه كيشوف ربي كيشوف ربي الا مشى راجل هاد المهومه ربي كبير والله يجيب الشفاء لهذاك السيد بعدا اللي يرجع غير لبنتو انا صايب هاد الامور اللي حسب هاد الوصف اللي عطيتوني انا صايبت تصاور صايبت فلاشي نمشي نشوفو صايبت تصاور كيصبعو هذا محيد من هنا محيد هذا ها هنايا هاد الصديق ولا ما قتل انا جامعنا لي هنا ضربوا الراس ديالو قسموا ليه ضربوا الراس ضاربينو هنا دارت لودن الطبيب ملي شافو كيقولوا بحال بحال ما يلاه يمشي انا ما قدروا
قريت التطبيق ديال اسمو على طبقوه ولا شي اللي بان لي انا ديال اسمو اللي كيطبق عندنا في حي مولاشي تعدوا معديين 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 العيد هذا والعواشر هذه اللي خاف يوم الحق. هو اللي عندنا، هو اللي عوينا باش كنشوفوا، هو اللي كاين عندنا بزاف، مع الناس كنباغي تشوفوا، هو اللي بقينا كنشوفوا الاب والاخ وكل شيء. والله يحفظوا لكم، الله يحفظوا لكم، الله يجيب الشفاء في هذاك السيد الاخر. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي غادي نوصلوا نهايه هذا المباشر من منطقه مولاي رشيد من مجموعه جوج. يعني زنقه 33 على حسب الوصف اللي عطاو العائله ديال واحد من ذوك الناس اللي كانوا مضاربين. فهادشي خطير، يعني باش تقسم راس ديال الانسان بحالك بحالو وتقطع لي الصبع ديالو، يعني حتى هاد الوصف هذا راه خطير. والمشكل السيد يعني مالي هو والو، يعني جاي غير يفك دخل عليكم، قال لك حشومه جاي لابس كيف حشومه عليكم دخل عندنا خويا لا حيدو. ايوا هذا راه خلى واحد السيد محمد بن عمر قال لك هذا ارهاب بالسلاح الابيض. الله يحفظكم والله يحفظ كل شيء، لان هادشي راه كيخلع، هادشي راه كيخلع، هادشي الله يجيب الشفاء يا ربي. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي غنوصلوا لنهايه هذا المباشر. حديو راسكم، يعني ملي كتسمع واحد جا كيفك غادي يولي ما بغيناش نقولوا ديك الكلمه، هو ضحيه حد الساعه اللي وصلوا ليها، لان عنده بنيه مازال صغيره للاسف. للاسف ورخص لي شدوه العقوبه الحبسيه والاعمال الشاقه. عرفتي شنو هي الاعمال الشاقه؟ هي يديو الصحراء ويقولوا لي شطبه، ديك الاعمال الشاقه، ولا تحفر به لوطوروتس ولا تحفر به الجبال، ديك الاعمال الشاقه. ماشي داخل الحبس كتعطيه عام عامين واكل شارب كيخرج من فورمي هو هذاك. حاجه اخرى للاسف.